أحسن الله إليكم أبو فارس من أبها معنا على الخط، سؤالك مختصرا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. طال عمرك أبغى أسأل الشيخ، أنا نذرت إني أحج عن إنسان متوفي والآن لي 5 سنة ما استطعت أحج، هل ممكن أوكل عن شخص يحج عنه؟ يعني أدفع مبلغ الشخص ويحج عنه؟ أنت نذرت هذا؟ أنت نذرت هذا؟ نعم نذرت إني أحج، جيت عليه وتوفى ونذرت إني أحج عن حجة الإسلام لأنه ما حج. فالآن لي 5 سنة ما يلزمك الوفاء بالنذر. ممكن أدفع لشخص ما مبلغ يحج عنه؟ طيب اسمع الإجابة، تفضل. أقول يلزمك أن تحج عنه وفاء بالنذر. طيب. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وإذا ما تستطيع في الوقت الحاضر فإنك تنتظر إلى أن تستطيع وتحج عنه بنفسك، لأنك نذرت أن تحج عنه بنفسك فيلزمك الوفاء، وإذا كان ما تستطيع الوقت الحاضر تنتظر حتى يأتي سعة في الوقت وتحج. أحسن الله إليكم.